تبيع على ليدز فيرست. نبداو مع نوال شبيك واش دخلت بها به. نوال كي القوير يحتفلوا بنوال تحتفل معاهم ولا بالنسبه ليك نوال غشان؟ غشان لا ولا نحتفل بالحق و نعمل سابا الدنيا صحيحه. مالي يقرب لك بابا نوال بالضبط خبا بس مخبطه وين اكزاكتومون. عندي شويه اغنيات نتاعك نسلك عليهم. رجيت والمرجة كمل قلك. شكون عملك المرجة ذي وهل كملت معناها بعد اغنيه تحت ولا العجية؟ الله يرحمه وينعم ونبدا نغني فيها. والله انا نبدا نغني فيها هو قايد الفرقه نتاعي وقتها عاد من بعيد انا كنا نغار جيت ونعاود فيها والعباد تصفق ودرا شنو هو سكسي. حسيت هو يقول لي يا بنيتي فاش المرج زعما اخر وقت تقفل الغدا وين المرج كمل فاش المرج المرج كمل الاغنيه بعدها جوابات هما اللي مرجوا برشا اونتر بارونتيز برا يكمل الاغنيه برا هاي كمل كيك كمل اخي اش بيك انا وير كيك كمل الاغنيه. السؤال اللي بعده على اغنيه جواباتي هما ساعه مش جوابتك ولا جوابتك على خاطر ما عرفش وصلوا كي بعثتهم ولا خاطر في بالي فوزي وصلهم اي هو وصل قبلي جوابات وانا عاودت كتبت جوابات اخرى. اي مش وقيت تاع واحد يبعث ميل يبعث ميساج. صحيتك ميرقا فازا نتعدى الواجدي لا من ولا بنقعد معاك. طولت بالي عليك اكثر ما تتصور نوال. اي تتصور سيلفي ولا كيفاش؟ بربي قوي فيها بجاه ربي عاود بجاه ربي عاود معز يضحك من غادي باهي كي تغني عندك في كريج ما كانش لا لا تخمم بجاه ربي والله لا خمم مش خمم مش نسالك سؤالك خمم نعمل اغنيه انا هذه شويه بشليق. عندك في كريج بالحق عندك حاجه تعملها في صوتك كي تحثريبه ولا كيفاش؟ يسمى صوتك من النوع الحثروبي تحيه سمايل من النوع الحثروبي ليه صوتك تسمى هذيك نوال سيريوزمون هذيك جروبيتو هذيك جروبيتو الكل جروبيتو صوتك عمل جروبيتو كل كلام وعملوا ذيك صحيح كتبنا تسوق وفما برشا سيركولاسيون قدامك كنت خلينا نكمل سؤالي عشان كذا انت تسوق خاطر مزروب انا قاعد نسوق كتبنا تسوق وفما برشا سيركولاسيون قدامك وتحب تتعادى شلون تعمل تحط لهم اغنيه ابعد تحط لهم اغنيه نغني انا ابعد بالقوي وهذا كيبدا قدامك هذا كيبدا قدامك واجدي مره في التريق اغنيتك هذه حديث السؤال اللي فما جودمو 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 كي تبدا في قهوه جودمو ما فهمش على الجواب في الوقت كي تبدا في قهوه ومراه طايح في دايرتها قدامك في طاوله قدامك تقول لها هز حريمك تعدي مع واجدي ديريكت تعدي مع ربي مش موجود واجدي لك حتى تسمى في الفلاك على الاغنيه التونسيه ان شاء الله نفوحها كي تعمل حفله وتلم فيها برشا فلوس تروح واجدي غنيم لا نروح وجدي من لطف اي وضح وضح ودي مهم انك تجي نروح وجدي اللي عنده فرصه اكثر باش يعطي حاجه خير واضح واضح به في الانتاج العمل الوحيد اللي شاف النور اللي عملته هو ويب سيغي على الحيط هذيك علاش رجعت تغني؟ الحمد لله اللي نعمل فيه كله قاعد يجي في ريزلتات واضح به سؤال قبيح شويه وين كنت يوم 14 جانفي؟ فدأ وين كنت يوم 14 فيفري؟ سافرونتا مرتي مع مرتي ما تقوليش قاعد في الدار من وقتها وين كنت يوم 14 مارس؟ 14 مارس اش كمل العام كله يفك علينا السؤال اللي بعده شكون حرق لك الاستوديو نتاعك بالحق؟ والله لا نعرف باهي الاستوديو نتاعك يتسمى محروق في السوق توا ما عادش تشيلو حد بطبيعتي اللي انا نخدم فيه زاج بيرسونيل واضح باهي السؤال هذا للزوز الجيل اللي تسميوا فيه انتم زوج الجيل الذهبي هكا ولا انا ولا وجدي انت ترى يقولوا انه هو الجيل الذهبي الله اعلم جيل غني بس وجيل في جيل بعدكم تسمى جيل فالسو ولا كيف؟ ان شاء الله ديما تعرف شكون عمل لي ها 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 فاز الجيل نتاعكم انت ولطيفة كل الزوز تعملوا لي ها 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 مش قارين على فرد مدب نرجعوا لوجدي نرجعوا لوجدي على الاقل يفهمني جون كيفي معناها فرد مونتاليتي بالحق قبل كانوا فما كونسيرفاتوار اما توا في عصر الصوره ولات كونسيرفاتوار توا فما ذراعك يا علاف ما فهمتش شنو المعنى نتاع كونسيرفاتوار معناها كليبات و معناها توا برشا مش عاملين موزيكا ما يلسان سبير